أثابكم الله. هذا سائل يقول أنه ورد في الحديث أنه من عوقب في الدنيا لا يعاقبه الله في الآخرة، وذكرتم حفظ هذا يرجع إلى الخلاف بين العلماء، هل الحدود زواجر ولا جوابر؟ بعضهم يقول إنه زواجر فقط، وبعضهم يقول إنها جوابر، إذا أقيمت فلن يعذب في الآخرة، لن يعذب في الآخرة. ولعل الصواب إن شاء الله أنه إن تاب إلى الله وأقيم عليه الحد فإنه يسقط عنه عذاب الآخرة، أما إذا أقيم عليه الحد وهو لم يتب من هذا الذنب هذا أمره إلى الله عز وجل. نعم.